صباح مساء مشاهدينا واهلا بكم في الكابتن. دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 على الابواب. هذه الدورة التي تفتح ابواب المجد للرياضيين من خلال المشاركة وتحقيق الانجاز باسم الوطن. فأي انجاز ذلك؟ فالطموح تجذر في الرياضة الأردنية منذ الدورات السابقة، منذ المشاركة الأولى في موسكو عام 1980. فطموح آنذاك كان متمثلا بالمشاركة أو التأهل أو الحصول على بطاقة دعوة، حتى جاء العام 2016، هذا العام تحديدا الذي كسر فيه أحمد أبو غوش الحاجز وحقق أول ميدالية للأردن في رياضة التايكواندو، ليتغير معها المفهوم والطموح. فارتفع الطموح وارتفعت الجرأة بتكرار التجربة بعدها في طوكيو بميداليتين، ولترتفع الرغبة ويزداد العمل بتطوير البرامج والتدريبات بحثا عن نجوم ترفع الغلة الأولمبية الأردنية. الأولمبياد المقبل المشاركة الأردنية فيها هي الأكثر ب 12 رياضيا ورياضية وفي 6 رياضات، فمنهم من تأهل بالتصفيات وآخرون عبر التصنيف وآخرون عبر بطاقات الدعوة الأولمبية. لكن ما يميز هذه المشاركة هو تكاثر لاعبين المرشحين للتتويج، فنجد التايكواندو مرشحة فوق العادة لحصد الميداليات كما كانوا في كل مشاركة، فيما البطل العالمي أحمد أبو سعود يملك الترشيحات ويملك أيضا الموهبة لتحقيق ميدالية في رياضة الجمباز، وكذلك الأمر في رياضة الملاكمة، فيما ننتظر لنرى ما الواقع في كرة الطاولة والسباحة وأيضا الماراثون. ما تحدثنا به في السابق هو الخطوات العريضة للمشاركة الأردنية في أولمبياد باريس، ولكن ما نريد التساؤل عنه في هذه الحلقة، كيف كانت التحضيرات لهذا الحدث الكبير، وكيف استعد اللاعبون واللاعبات من خلال المعسكرات الداخلية أو الخارجية أو داخل مركز الإعداد الأولمبي؟ ما الهدف التالي للبعثة الأردنية في باريس بعد ذهبية ريو دي جانيرو وفضية وبرونزية طوكيو؟ وهل لدينا مخطط للوصول إلى 3 أو 4 ميداليات من هذه المشاركة؟ الكثير من التساؤلات سنطرحها عبر حلقة الكابتن هذه الليلة والمشاركة الأردنية في أولمبياد باريس. الكابتن استلم الشارة وبسم الله نبدأ. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والعيون كلها ترقب التظاهرة الرياضية الأكبر في العالم لتتنافس الدول ورياضيوها على ميداليات الأولمبياد الملونة. الأردن يشارك للمرة 12 في الدورات الأولمبية وبرصيده 3 ميداليات، واحدة ذهبية ومثلها فضية وواحدة برونزية عن طريق الرياضات القتالية، ونصيب الأسد فيها للتايكواندو التي حصدت ذهبية ريو دي جانيرو عبر أحمد أبو غوش وفضية طوكيو عبر صالح الشرباتي، والكاراتيه أكمل الثلاثي الميداليات ببرونزية طوكيو من خلال عبد الرحمن المصادفة. دورة باريس ستكرر المشاركة الأردنية بالرياضات الفردية ولكن بأعداد رياضيين متزايدة من دورة إلى أخرى، فدورة باريس ستشهد مشاركة 12 رياضيا ورياضية ب6 رياضات: التايكواندو والملاكمة والجمباز وكرة الطاولة والسباحة والماراثون. التايكواندو تتصدر مشهد المشاركة الأردنية كونها صاحبة الغلة الوفيرة من الميداليات ببطولة العالم على مدار السنوات الماضية، وأيضا صاحبة أول إنجاز أولمبي للرياضة الأردنية. وتعول الرياضة الأردنية على ثلاثي الملاكمة بتحقيق الظهور الأول على منصات التتويج الأولمبي، بالإضافة إلى بطل الجمباز العالمي أحمد أبو السعود، فيما ينتظر من زياد أبو يمن ظهور مميز بمشاركته التاريخية والأولى بالأولمبياد. وتكتمل المشاركة الأردنية بالسباحة عبر عمرو الور وكارين البلبيسي، وبالماراثون معاذ الخوالدة بعد تلقيهم بطاقة دعوة للمشاركة بالدورة المقبلة. البعثة الأردنية اقتربت من إنهاء التحضيرات الفنية بعدما أنجزت الإدارية، فيما سيظهر العلم الأردني في افتتاح أولمبياد باريس يحمله بطلات تايكواندو صالح الشرباتي وراما أبو الرب.
إذن حديثنا هذه الليلة سيكون عن المشاركة الأردنية في أولمبياد باريس بعد سلسلة مشاركات عديدة منذ العام 1980. حوار الليلة نتطلع فيه على الوضع العام والشامل أيضا لهذه المشاركة وآخر التحضيرات وماذا نريد من هذه المشاركة. وبالتأكيد سيكون أو تتكون الأجوبة مع ضيفتي بالاستوديو عطوفة رنا السعيد الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية. مساء الخير ونورتينا أستاذ رنا. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي. أنتم بتستعدوا الآن للسفر واللعيبة سافروا ربما في المعسكرات، ولكن بدأ أروح من الآخر عن الهدف. هذه المشاركة رقم 12 في سلسلة مشاركاتنا في الدورات الأولمبية، وحققنا 3 ميداليات في آخر دورتين، ريو دي جانيرو وأيضا طوكيو. ما هو هدف اللجنة الأولمبية من هذه المشاركة الآن؟ في هدف مرسوم عريض؟ هلا هدف اللجنة الأولمبية الأردنية، إحنا زمان كنا دائما نحكي إحنا هدفنا نأهل ناس ونوصل للأولمبيكس. نعم. هلا أكيد في هدف إنه نحقق نتائج، إنه لازم نستمر ونحافظ على النتائج اللي جبناها بالدورتين السابقتين. وطبعا إحنا عملنا تحضيرات كتير منيحة للاعبين حتى يقدروا ينجزوا ويحققوا أهدافهم هم. فإحنا بنتمنى إنه بهاي المشاركة إنه يصير في عنا نتائج ونحافظ على نتائجنا السابقة. وتصير الألعاب الأولمبية هي هدف كل اتحاد رياضي إنه يوصل لها، مش بس تأهيل، نكون بالأدوار المتقدمة إن شاء الله في جميع الرياضات. بس خلصنا من زمن المشاركة من أجل الحصول طبعًا على تأهل. خلص احنا خلصنا. نبحث عن ميداليات، خلصناها من بالزبط. 2016 طيب الآن عدد المتأهلين 12 هو ربما أكبر عدد من المشاركين في الدورات الأولمبية، صح؟ لا، الدورة السابقة كان العدد أكبر لأنه كان في عنا 5 ملاكمة متأهلين. نعم. بس اللي بيميز هاي المشاركة بالنوعية نوعية الرياضات اللي داخلة. يعني عندك الجمباز لأول مرة، كرة الطاولة. كرة الطاولة بعد غياب ردت، رجعت بلاعب وليس لاعبة، دائما كنا نتأهل بلاعبات بكرة الطاولة، فرجعت بلاعب، فهي فيها. وحتى تأهيل 4 من التايكواندو كعلامة كاملة، يعني أخذتها التايكواندو. نعم. عن طريق التصنيف، وراما أبو الربع عن طريق آخر بطولة تصفيات. فهي يعني هي نوعية أكثر من كم. هاي طب الرقم 12 مرضي لكم ولا كنتوا تتوقعوا أكثر أو تتأملوا أكثر من هذا العدد؟ لا، بالنسبة لنا الرياضات اللي كان يعني متوقع أنها تتأهل هي نفسها. فإحنا نتمنى أنه تصير الاتحادات تشتغل على أنه ننوع بالرياضات اللي راح تتأهل في المرات القادمة. يعني إحنا هلأ عم نشتغل على لاعبين صغار شوي عشان الأولمبياد لوس أنجلوس 2028. يعني بدك من هلأ تبلش. بدي أستوقفك. أنت تؤمني مرحكة كنت جالسة أيضا في الكابتن وتحدثت أنه يجب على اللاعبين صغار السن إن شاركهم في مثل هذه التظاهرات. بتذكر كنا نحكي على مزبوط. الجزائر في الدورة العربية صح كانت، وأنه مش مشكلة الميداليات، المهم يجرعوا الخبرة البطولات الكبيرة. ممكن يكون هذا الهدف موجود عندكم لبعض الألعاب، وما هي الألعاب؟ عندنا موجود هذا الهدف في بعض الرياضات، عندنا مثلا رفع الأثقال، الصلاج هلا شغالين عليه. يعني في رياضات إذا فيها ناس عندهم موهبة وقادرين يقدموا لقدام رح نخليهم يشاركوا، طبعا بالبطولات الآسيوية احنا اللي نقدر عليه، بطولات آسيوية بطولات عالم لإله هو برياضته هي. أما الدورات الآسيوية طبعا عم نحاول يعني ندخل اللي عندهم مواهب حتى نساعدهم يدخلوا ويجربوا غمار مثل هيك بطولات كبيرة، يعني ما تكون بطولات بس لاتحاد ومثلا عربية أو غرب آسيا اللي دايما إحنا بنروح عليهم ونجيب فيهم ميداليات ونتغنى فيها. هلأ في بعض الرياضات إنه البطولة العربية بتكون إشي كبير لأنه العرب فيها بيكونوا كتير بنافسوا، بس في عندك رياضات يعني أنت بس تقول جايب ميدالية ذهبية عربية ممكن تكون من 4-5 لاعبين، فما بيكون نافس أدوار. يس، وما احتك بال بأبطال العالم، ما احتك بأبطال آسيا. وما تنسى إحنا من آسيا، آسيا مش سهلة، آسيا صعبة كتير يعني، وفيها أبطال في معظم الرياضات، ومنهم رياضة الملاكمة أكيد. طيب. طبعاً من نحكي عن الملاكمة، الملاكمة في الدورة الماضية زي ما تحدثت قبل قليل اللي هم 5 لاعبين شاركوا، الآن في 3 لاعبين، عباد الكسبة وأيضاً حسين وزياد عشيش، ما حققنا ولا ميدالية. يعني طلعنا على التايكوندو حققت، الكاراتيه حققت، والتايكوندو كررت مع صالح الشرباتي،
والآن ندخل على الملاكمة، بدنا الملاكمة. في ضغوطات على الملاكمة بتحقيق ميداليات في هذه البطولة؟ شوف إحنا ما بنضغط إنك يحققوا ميداليات، بس إحنا مع 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 التقدم اللي والتطور للاعبينا اللي تأهلوا في إمكانية إنهم يجيبوا ميداليات. بس أنت بتعرف الملاكمة هي رياضة شوي صعبة، إنك تحذر إنه ممكن يجيب ميدالية أو مش ممكن يجيب ميدالية، لأنه كل مباراة لها خصوصيتها. يعني حسب كيف الضربات بتيجي، حسب وين أكل الضربة لاعبنا، يعني مش أحكي تكنيكال كتير بس يعني تختلف من مباراة لتانية. فإن شاء الله إحنا نتمنى لهم التوفيق، وصار عندهم خبرة يعني زي حسين وزي عبادة وزي زياد. يعني حسين وعبادة هاي تالت أولمبيكس بيطلعوا عليها، وعندك زياد هاي تاني واحدة، فممكن يعني هم صار عندهم خبرة كمان بإنهم يخوضوا مثل هيك منافسات. فإن شاء الله بيجيبوا لنا ميدالية، وإن شاء الله يعني إحنا وراهم يعني. ويوصلوا لنا لأدوار متقدمة إن شاء الله. طب سترانا، موضوع الملاكمة إحنا بنطلع على الأجيال، يعني جيل يسلم جيل. الجيل الحالي هو نفسه الذي شارك في الأولمبياد الماضي، لكن مش عم نشوف إنه والله قدمنا لاعبين جدد، يعني أسماء جديدة خاصة في هذه الرياضة. لا، فيه تتفقي معي ولا أنا غلطان بالكلام؟ لا موجود رياضة الملاكمة، موجود في أسماء جديدة وفي لاعبين صغار وعندهم طمنينة. لا في جيل كامل من الملاكمة هلأ بده يطلع، يعني عندنا هذا الجيل وفي وراء جيل تاني. بس أنتوا لأنه عم نسمع عن هدول لأنه هم اللي عم بيشاركوا أكثر. بس هم عم بيشاركوا هدلاك بالفئات العمرية تبعتهم، لسه ما وصلوا انهم يشاركوا مع الكبار في البطولات الكبيره. يعني في اطمئنان لرياضه الملاكمه في المشاركه الخارجيه. طب بدنا نحكي على في بعض الرياضيين من اللي تاهلوا اللي راح يشاركوا في اولمبياد باريس عبر بطاقات الدعوه، ثلاث لاعبين، وربما كانت السباحه والماراثون من هذه الالعاب. كيف كانت اسس الاختيار وتلقيهم لهذه الدعوه؟ هلا اسس اختيار مختلفة بين العاب القوى وبين السباحة. العاب القوى بيعطوا الدول اللي ما عندهم كثير ناس متأهلين زي كرت حتى يقدروا يطلعوا لاعب من عندهم، بتم الاختيار بين ثلاث سباقات، 100 متر 800 متر والماراثون. احنا الاتحاد اختار الماراثون انه يسجل فيه لاعبين. احسن رقم عالمي يعني كأردني عالمي هو كان معاذ الخوالدي، فتم اختياره بناء على انه هو احسن واحد في الماراثون بالاردن حسب تصنيفه بالاتحاد الدولي. نفس الشيء السباحه عندهم برضه لازم يكون شارك في بطوله العالم التي اقيمت السنه العام الماضي، وبيشوفوا احسن ارقام موجوده في الاردن. واذا قدر يكسر او اذا يتاهل عن طريق في عنا بيقولوا له البيكات، اذا قدر يوصلها مثل عمرو الور وصلها فبقدر يسحب معاه كمان لاعب. فهذا اللي صار معنا، عمرو وكارين طلعوا على هاي الاساس، بس كان لازم يكونوا مشاركين في بطوله العالم اللي صارت السنه الماضيه. طيب من خلال التحضيرات، بدنا تحطينا في تحضيرات الالعاب كافه، وخاصه انه في استثمار في هؤلاء اللاعبين بكافه الالعاب، كيف عم بتشوفوا تحضيراتهم الداخليه وايضا الان الخارجيه قبيل المنافسة في أولمبياد باريس؟ هلا هم بالنسبة للتحضيرات، أنا بدي أشكر الاتحادات القائمة على هدول اللاعبين اللي ما قصرت وواقفة ورا اللاعبين، وعم تحط خطط مع المدربين الموجودين، خطط ممكن إنها تساعد أكثر إن إحنا نحضر لاعبينا بطريقة أسلم. داخليا طبعا التحضيرات كانت كلها متواجدة لهم، في عنا مركز الإعداد الأولمبي كانوا يستعينوا فيه بجميع التدريبات. في الملاكمة تقريبا نايمين كانوا بالإعداد الأولمبي حتى إنه يكونوا جاهزين دائما. التغذية تبعتهم، الحالات، الأشياء الطبية الموجودة، اي شيء بخص رياضتهم، اللياقه البدنيه كاملا كان كله يصير بالاعداد الاولمبي بالنسبه للتايكوندو والملاكمه. كره الطاوله برضه هو يعني عسكر بعد ما تاهل، عسكر خارجيا وراح على مصر، وهلا بده يطلع برضه يعسكر نفس الشيء. صاله الطاوله اظن انا انها جاهزه، يعني كانت لتدريبات زيد. وان شاء الله يعني تحضيرات على يعني متفائلين. احنا كثير، شوف احنا يعني متفائلين، بس احنا ما بدنا نوعد بشيء، بس متفائلين ان شاء الله. طب دائما ما بتقدر، ما دائما بتحطوا حالكم في لا الناس زي ما بتحكي بدنا نجيب هالقد، انا ما راح احكي ايش راح نجيب. طيب ان شاء الله، لا احنا بنتامل ان شاء الله بنزيد بيزداد العدد. لكن قبل ما انتقل لفاصل بدي اسال، بالعاده يعني الحوافز مهمه دائما للاعبين، منها الحوافز الماديه، المعنويه موجوده والجميع يريد ان يعني يرفع اسم بلده عالي واسم العالم الاردن عالي، وهذا معروف.
في حوافز مالية مرصودة للاعبين لمن يحقق الميدالية كما تعودنا عليكم دائما، لأنها فعلا كانت أحد الحوافز الرئيسية في كل الرياضات يعني. طبعا هلا احنا عندنا كان في حوافز للتأهيل، الشباب اللي تأهلوا برضو أخذوا حوافز مالية، وفي حوافز طبعا اذا اي حدا بيحقق ميدالية في مبالغ مالية مخصصة لما بعدك ما راح احكي لك ارقام بس في اللي تأهل عرفنا اخذ 10,000 يعني صح؟ لا لا احنا بهمنا أكيد. بهمنا يستفيدوا مادي والله بنكون كلنا مبسوطين طبعًا. لكن انا بعرف بجوز في اجراءات داخليه داخل اللجنه الاولمبيه، لكن توعدوهم انه في حوافز عاليه بدها تكون طبعًا. في مصاري طبعًا. في ان شاء الله في محطوطين لهم بالموازنه يعني احنا حاطين بالموازنه مجهزين انه المره الماضيه هلا بتحكوا لي مهند ليش حكيت المره الماضيه 50,000 كل لاعب مع ميداليه ذهبيه يعني هذه المرة نفس هذه الشيء؟ هذه المرة يعني احنا عم يعني لسه ما حددنا المبالغ بس هو زي نظام محدود او زي سياسة محدودة نعم. حسب النتائج اللي بيجيبوها، فان شاء الله احنا تمام. يعني احنا مجهزين امورنا وجاهزين نعطيهم الحوافز اللي بدهم اياها، وبنتمنى انه برضه المجتمع المحلي يعطيهم حوافز لانه هدول ابطال، هدول اذا جابوا بالالعاب الاولمبية ميداليات نعم. هذا شيء مش سهل. وفي لديكم كمان شركاء مع اللجنة الاولمبية داعمين دائما اكيد يعني اعلى من الماضي ولا اقل؟ لسه ما لسة. يعني عندنا اجتماع مجلس اداره ان شاء الله ان شاء الله يكون اعلى ان شاء الله او مثل المره الماضيه لانه احنا ليش بنحكي الحكي هذا كاعلام؟ بدناش نضغط عليكم، لكن اللاعبين ربما بتلاقي فتره الاعداد بتكون طويله، مرت بسلسله من السفر والغياب عن الاهل، فلما يجيب ميداليه ويحس في حافز مادي اجاله عوض حاله وعوض العائله بتريحه. وانت كنت لاعبه سابقه طبعا نكمل معك بالحديث عن التحضيرات اكثر وعن الالعاب على وجه التحديد بعض الالعاب، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا بقاء معنا. اهلا بكم في الجزء الثاني من حلقه الكابتن، نواصل الحديث عن المشاركه الاردنيه في دوره الالعاب الاولمبيه المقبله في باريس. قبل اكمال الحوار مع ضيوفنا دعونا نتعرف الى ابرز النقاط التاريخيه في المشاركات الاردنيه بدورات الالعاب الاولمبيه ثم نعود لاستكمال الحوار. إذا نجد الترحاب بضيفتي رنا سعيد الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية. الآن بدأ أبلش أحكي عن بعض الرياضات، بدأ أتحدث عن الجمباز. أحمد أبو سعود أخذنا إلى مكان نرتفع معاه ونرفع الآمال بتحقيق ميدالية. أنتم كلجنة أولمبية مشاركة الجمباز بحد ذاتها لأول مرة في الأولمبيكس، كيف تنظرون إلى هذه اللعبة ومردودها على اللعبة محليا، وأيضا ماذا تتوقعون من مشاركة أبو سعود؟ بعد قليل راح يكون معنا. هلأ إحنا بالنسبة لنا الجمباز بالنسبة لأبو سعود هو كان يعني اشتغل على حاله كتير إنه يقدر يوصل، طبعا بمجهود الاتحاد الأردني للجمباز نعم. اللي ساهم كتير في تطوير أدائه لأحمد أبو سعود. والاتحاد الأردني للجمباز من الاتحادات اللي بتهتم باللاعبين مش بس من النواحي الفنية، برضو عن النواحي الاجتماعية والشخصية الخاصة باللاعب نفسه. فهي خطوة أولى للاتحاد، يعني كيف أبو غوش زي ما بقول فتح الباب للتايكوندو وصار في ناس بتيجي، يمكن هلأ أبو سعود يفتح الباب للجمباز وتصير كتير ناس تشارك برياضة الجمباز. وهذا بتطلب من الاتحاد أنه هلأ يرسم يعني خطته، رح تصير مختلفة عن الخطط اللي كان يقدمها زمان في نشر اللعبة في لازم نعم. لازم يطلع من بس مبنى الاتحاد الأردني للجمباز، لازم يطلع على كل الأماكن الموجودة. بعدين الجمباز هي كرياضة هي تعتبر أساس لأي رياضة تانية، يعني إذا بتدخل الطفل على الجمباز من أولها بقدر بعدها يروح لرياضات تانية أو يستمر بالجمباز، فهي صعبة. أساس صعبة مش سهلة طبعا يعني. صعبة كتير، بدها تدريبات أكثر من أي رياضة تانية، يعني تدريباتها مش بتقول يعني وحدتين تدريبيتين، وحدة الصبح وحدة بالليل، لا بده يضلوا يشتغل على حاله والأهل الأكل الأهل الله يعينهم. طيب بنروح للاعب أحمد أبو سعود، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة غوان الفرنسية.
الواقعة في شمال فرنسا. مساء الخير. مش مدينة روان، مدينة غوان، صح؟ مزبوط. أنا هلا مش عارف أحكي اسمها. غوان غوان. شانزليزيه. يسعد مساكم. يسعد مساك ستي. أهلا، يعطيك العافية يا رب. أحمد، أنت حاليا في المعسكر التدريبي، طمنا كيف أجواء المعسكر، كيف هي التحضيرات قبل الدخول في أجواء الأولمبياد؟ والله الحمد لله، يعني صار لنا 4-5 أيام واصلين. مدربي يعني مش مخلي فيي 1% طاقة إلا مستغلها الحمد لله. فالحمد لله تدريبات كثير كويسة. إحنا يعني إن شاء الله من هون ليومين نقدر نحكي إنه إحنا كومبليتلي جاهزين للأولمبيكس. إن شاء الله نقدر نعمل إشي بيرفع رأس الأردن ونكون قدها. طيب أحمد، يعني أهمية تواجدك في هذا المعسكر مع لاعبين آخرين أيضاً راح يشاركوا في الأولمبياد، قديش له فايدة وبيعطيك ثقة، بشيل التوتر الموجود داخلتك؟ طبعاً معسكر مع لاعبين يعني إشي كثير كثير ممتاز بالنسبة إلي. يعني إحنا فعلياً كل يوم عم نعمل بطولة وتحدي بين بعض، وجود أبطال جنبك طول الوقت بيخليك يعني ما تقدر توقف ثانية، دائما بدك تعطي أحسن ما عندك. فبحس أنه دائما أي معسكر قبل البطولات المهمة هو بيرفع من مستوى اللاعب بشكل خرافي. نعم. طب أنا بدي أخذ برأيك ست رنا، زي ما حكيتي قبل قليل كيف أحمد أبو غوش فتح للتايكواندو، أحمد أبو سعود الآن أمام مفترق طرق أو كتابة تاريخ جديد لهذه الرياضة في الأردن. تتوقع منه ميدالية؟ هي على الهواء، لكن توقعته لأنه هو كل مرة نستضيفه بطولة عالمية بطولة آسيوية بقول جاي بالذهب وجاي وبجيب الذهب وبيجي، ما شاء الله. شوف أحمد أبو سعود، يعني أنت لما تتطلع على نتائجه بدك تتوقع له بدك تتوقع له يجيب ميدالية، فهو اللي أدرى بأنه يعني رح يعملها ولا لا. جايب ميدالية إن شاء الله بجيب ميدالية أحمد أبو سعود، وأكيد يعني هي زي ما بيقولوا بنستفتحها بجمباز. إحنا أول بطولة أول رياضة رح نشارك فيها هي الجمباز ب 27/7 رح يبلش أحمد من أول اللاعبين اللي راح يبلش. إن شاء الله فاتحة خير تكون على وجه أحمد أبو سعود، وأكيد يعني من تصنيفه من نتائجه من يعني هي مش بس توقعات، هي نتائجه بتحكي. اللي جابها من قبل طريقة تأهيله بتحكي إنه ممكن أحمد أبو سعود يرفع علمنا ونسمع النشيد السلام الملكي بفرنسا عن طريق أحمد أبو سعود. أنا ما بدي أضغط اللاعب إنه لا بدك تجيب، لا هو عارف إنه أو لما نيجي نقرأ هو في الطريق الصحيح قراءاته اللي قبل بتقول إنه أحمد أبو سعود لازم يجيب ميدالية. هل تنتظرون الاستثمار بأحمد أبو سعود ولا تم الاستثمار، تم البدء بالاستثمار بأحمد أبو سعود؟ تم البدء، بس بدنا نستمر بالاستثمار بأحمد أبو سعود أكيد. طيب أحمد، لديك حركة، الحركة راح تستخدمها في أولمبياد باريس؟ لا قررنا أنه المدرب ما نحطها لأنه عم نعمل حركات أصعب منها حاليا وعليها خصومات أقل، فراح نفضل أن نضلنا على الحركات اللي أوريدي تصنفنا فيها أول عالم. طيب ممتاز. كابتن أحمد، الآن كيف تصف الأجواء الموجودة لديك في فرنسا؟ يعني بالتأكيد في هذه المدينة، ومن ثم متى تحديداً راح تنتقل إلى القرية الأولمبية؟ والله أنا كثير كثير متحمس، يعني فعلياً قبل يومين لسه بحكي لمدربي بقول له مش مصدق وأوصل على القرية، لأنه الحمد لله يعني بعد الرحلة الطويلة اللي شاركنا فيها والصعوبات اللي مرقنا فيها حاسس إن الأولمبيكس راح تكون أسهل إن شاء الله، وإحنا عم نتعب كثير وكل إشي يعني عم نعمل اللي علينا، فإن شاء الله إنه نقدر إنه إحنا نحرز ميدالية تفرح الأردن، وإن شاء الله هيك توفيق من ربنا وراح نكون يعني إن شاء الله قدها إن شاء الله. كابتن أحمد، أيضا برضو في حلقات سابقة تحدثت كنت تشارك في بطولات عالمية، بطولة العالم وحرزت ميداليات وبطولات آسيوية والصعوبات موجودة، وتحدثت إنه هذه البطولات أصعب من الأولمبياد، صح؟ مزبوط. يعني رحلة التأهيل اللي شاركنا فيها يعني كانوا كل اللاعبين المتخصصين على جهازي والأولمبيين والعالميين مشاركين دائما، فيمكن هلا يجوز عددهم يكون أقل، يعني خلينا نحكي في 5 اللي كثير كثير مستوانا قد بعض، قبل كان في 30-40، فإن شاء الله أنها تكون أسهل علينا يعني بإذن الله. كابتن أحمد، سعداء جدا بتواجدك معنا في حلقة الكابتن بوجود الأمين العامة، ونتمنى لك إن شاء الله باسم الأردنيين جميعهم إن شاء الله التوفيق لك ولجميع اللاعبين المشاركين في الأولمبياد، وبدأ نتركك هيك ترتاح، وأيضا إن شاء الله ترفع علم الأردن عالي. شكرا جزيلا لك من مدينة غوان.
الفرنسية هو لازم نتعلم فرنسي قبل ما انا بعرف شوي انا جو بور لو فرونسي ان بو يعني طيب قليل طيب نحكي عن المشاركات الثانية مشاركات سباحة والماراثون ودور بطاقات الدعوة بنعرف كارين وعمر الور بيعملوا أرقام خارجياً وسباحة مش سهلة عشان تحسن جزء من الثاني أو ثانية بدك شغل سنة كيف عم تطلعوا عليهم كيف كنتوا تتابعوا فترة إعدادهم هلا إحنا حاولنا أنه بنقدر نساعد عمرو الور وأنه يحضروا هو وكارين طبعاً هي بالأخير مشاركتهم راح تكون إن شاء الله إحنا نتمنى أنه مثلاً من الهيت الأولى يطلعوا للهيت الثانية يعني يعني هي مشاركتهم راح تكون شوي يعني ان شاء الله يعني عارفين انه ما راح يجيبوا خبرات يعني يكتسبوا خبرات وسباحه هي لعبه ارقام ما نحملهم اكثر انا عاده لا ما نحملهم اكثر سووا اللي بتقدر عليه يعني. بالعكس روحوا وانبسطوا وسووا اللي بتقدروا عليه واحنا وراهم وسباحه والعاب القوى مش العاب سهله لانها العاب رقميه انت بتشتغل على رقم احنا كاردن يعني نحكي دائما حطمنا الرقم الاردني كنت اتمنى نحكي حطمنا رقم اسيا او حطمنا رقم عالمي او حطمنا لسه لسه الالعاب الرياضيه الرياضات اللي فيها ارقام بدنا شغل كثير فيها يمكن بدنا خبرات اكثر فيها كمدربين بدهم هلا الالعاب هاي بدها اللاعب يجتهد كثير وبده يكون ملتزم جدا حتى يقدر يحقق يعني ما فيه لازم يضله يتدرب حتى يقدر يحقق هاي الارقام الثانيه ربع الثانيه اللي بالجزء من الثانيه اللي بالسباحه بدها شغل أشهر حتى سنين حتى يقدر يعملها فإحنا لا بنتمنى لهم أنه يقدموا أحسن ما عندهم إحنا معهم ووراهم طيب. وأي شيء بيحتاجوه هناك طبعا إحنا برضو خطر على بالي سؤال أنا تطور الرياضة عندنا صارت بحرفية أكثر بمستوى الأداء العالي بعد تواجد مركز الإعداد الأولمبي طب السباحة هل تحتاج إلى مركز خاص؟ خاصة أنتم عم تشوفوا أنه مثلاً السباحة لما يطلعوا برا في الولايات المتحدة الأمريكية بيكون في عندهم برنامج عالي المستوى طبعاً. جداً في موضوع خاصة الماراثون أو السباحة هاتان الرياضتان يعني كيف ممكن يتطوروا إذا في عندنا لاعبين موهوبين في الأردن؟ هلأ شوف إحنا مشكلتنا كاتحادات رياضية بعيدين شوي عن التكنولوجيا وأدوات التدريب التي تستخدم في الخارج يعني تيجي بتشوف حاطين بركة بتلعب اللاعب وهو قاعد فيها صغيرة بس يحرك كيف يحرك وفيها صعوبات فيها صعوبات مثلا هاي الأشياء إحنا مش موجودة عندنا خبرات المدربين الموجودة يمكن إحنا لسه بدنا خبرات أكتر كمدربين أردنيين فصار لازم إنه نجيب خبرات من الخارج حتى تساعدنا يعني إحنا خبراتنا الأردنية بتوصلنا لهون بس بعد ما يوصل لهون اللاعب في حدا بده يدعمه ويدفعه للأعلى في طرق تدريب مختلفة راح تكون في يعني إحنا لازم نواكب العصر يعني الاتحادات الرياضية مش لازم بس إنه نعمل بطولات محلية نلاقي مواهب طب لقيت الموهبة طب استمر يعني لازم تشوف برا شو بيعملوا تعمل دراسة بينك إيش الجابس بينك وبين بين الدول الثانية ليش ما عم نقدر نوصل لهون يمكن كمان عندنا مشكلة عندنا مشكلة مسابح يعني؟ لا هلا إحنا بالنسبة لرياضة السباحة في عندنا مشكلة مسابح الاتحاد الأردني للسباحة ما عنده مسبح مغلق فبيضطر يستأجر مسبح فموازنته رايحة على استئجار مسبح مثلا بالشتاء مضطر يستأجر مسبح داخلي في كثير يعني عواقب موجودة عقبات موجودة ببعض الرياضات وأكيد لازم هاي كلها تدرس يعني مش لما أجي أحط استراتيجية كاتحاد أحط استراتيجية دون دراسة إيش الوضع الحالي نعم. يعني ممكن أوقف على التدريبات شوي حتى أزيد ممكن أوقف تدريبات على إني أزيد الأشياء الإدارية والتكنولوجية وأهيئ مركز أو أهيئ مكان نعم. مناسب للاعبين يعني في أشياء مرات بدها تكون أولويات بقدر يحطها الاتحاد حسب طبعا الموارد المالية الموجودة عنده طبعا. فهي بدها لما اتحاد يحط استراتيجية عن جد لازم يدرس اللي حواليه لازم يشوف وين الـ نقاط الضعف اللي عنده البنية التحتية البنية التحتية للألعاب أكيد يعني احنا أكثرية الرياضات مشكلتنا بالبنية التحتية لما ما يكون عندك مسبح شتوي كيف تتوقع انه اللاعب يجيب ألعاب القوى لما ما يكون تقدر تستخدم المضمار كيف تتوقع اللاعب يجيب ليش احنا رحنا يعني ماراثون لانه ما في يدكم على الجرح بالتأكيد طبعاً أكيد. يعني بالألعاب لكن راح اكمل بالحديث معك عن رياضة التايكواندو ورياضات اخرى في المتوقعين منها ميداليات بعد فاصل وراح ينضم لنا بعد قليل كمان الكابتن فارس العساف اذا فاصل قصير تفضلوا البقاء معنا
الله الرحمن الرحيم. الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الله. الإسلام هو دين السلام والتسامح والاعتدال وقبول الآخر. القدس والمسجد الأقصى كامل والحرم القدس الشامل لا يقبل الشراكة ولا التقصير. حجم التداول العقاري خلال الفترة الماضية، أين يتركز الإقبال والنشاط العقاري؟ تأثير البيع الإلكتروني وأهميته في تقليص وقت وجهد المعاملات، متى نصل إلى الخدمات الرقمية بشكل كامل؟ القيمة الإدارية، أبرز الإيجابيات والسلبيات، الخطة الاستراتيجية للدائرة في 4 سنوات المقبلة، القطاع العقاري ودور دائرة الأراضي والمساحة والبيانات الصادرة عنها في الأحد الاقتصادي، تابعونا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثالث والأخير من حلقة الكابتن. وجدت ترحاب بضيفتي رنا سعيد الأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية. الآن بدنا نتحدث عن اللعبة التي منجم الذهب زي ما بيحكوا أو منجم الميداليات في الألعاب الأولمبية وأيضا في البطولات، كيف تطلعوا عليها كمشاركة الآن وتوقعاتكم بالحديث أو من خلال الخطط بينكم وبين اتحاد التايكوندو؟ هلا التايكوندو طبعا من الرياضات اللي انا بدي اقول حتى الاتحاد الاردني للتايكوندو، مش بس من النواحي الفنيه، برضه من النواحي الاداريه، من الاتحادات اللي عارفه وفاهمه وحاطه خطه لوين بدها توصل. نعم. سواء بتطوير الرياضه على المستوى المحلي، سواء بعالميه رياضتها او بالامور الاداريه والحوكمه الموجوده عندها. يعني اتحاد التايكوندو بيشتغل على كل هاي الجوانب وقادر انه يكون من الاتحادات، مش بس نحكي فنيا ونتائج، وهذا برضه اداريا من الاتحادات المتطوره او اللي عارفه بالضبط ايش بدها تشتغل. انا بنبسط على كلامك. اكيد طبعا طبعا، يعني كل اتحاد بينجز وبيشتغل طبعا بيستاهل يعني انه نحكي عنه هذا الحكي. نعم. هلا أنا بدي أشكر كثير المدرب فارس العساف اللي عم بيطلع لنا لاعبين قادرين ينافسوا. فارس العساف عنده خطة وعارف من وين يشتغل على اللاعبين، شو البطولات اللي لازم يروح عليها، شو المعسكرات اللي لازم يروح عليها، كيف النقاط لازم يجيبها. كيف النقاط لازم يجيبها. انت يعني كثير شاطر، يعني هذا موهبه، يعني احنا لازم كأردنيين نكون يعني فخورين بهيك موهبه بمدرب تايكوندو موجود. ترى هلا كل دول الدول العربيه عم بتحاول تاخده لفارس. نعم. العسل طبعا، ما هو يعني لا، مدرب ذكي عارف فاهم كيف الخطة اللي لازم يمشي عليها، كيف التأهيل لازم يكون فاهم بالضبط وين بده يروح، على وين بده يوصل، وبختار المسارات. كتير. هذا المهم يعني. بعدين بس تيجي تقول له مين بتتوقع انه يجيب ميدالية بضله ساكت. نعم. انا بتذكر وقت ابو غوش نحكي انا وياه انه مين تتوقع يجيب ميدالية، ما يحكي. بعدين بيني وبينه حكيناها، بقول لي انا بتوقع انه يجيب ميدالية احمد، بس ما اعلنها، ما بعلن. وما راح يحكي لك هلا مين بتوقع يجيب ميدالية. هلا بحاول معه بس نلقطه. بس ان شاء الله، لا ان شاء الله بيرفعوا راسنا، ان شاء الله هاي السنه نجيب اول ميدالية لبنت اردنيه. نعم. تقدر تجيب لنا اول ميدالية. راما وجوليانا مشاركين، وايضا صالح الشربات اللي عنده تجربه سابقه في الاولمبياد الماضي، وزيد مش وزيد صادق اللاعب، مش لاعب اللي سهل يعني. نعم. لاعب على مستوى العالم، لاعب صعب يعني. مش سهل ابدا انه يخسر كثير، فبنتمنى كمان زيد يجيب لنا ميدالية. عنده فرصه كبيره انه يجيب لنا ميدالية. احنا ثوره ما بعد ميدالية ابو غوش شهدنا عدد الكم الكبير من المراكز، كل الاهالي بده يلعبوا اولادهم يدربوهم تايكوندو. شهدنا هذه الطفره، ميداليه واحده ماذا فعلت في الاردن؟ صح، يعني انت بقول لك رياضه، بقول لك الجمباز هلا اذا ابو سعود جاب لنا ميداليه برضه راح تفتح
يعني أي رياضة بتقدر أنت تجيب بها ميدالية بتفتح لكل المجتمع، بيصيروا يشوفوا إنه ابنهم ممكن يوصل لهناك. يعني الأهالي برضو بتطلعوا إنه ابنه ممكن يوصل، والولد نفسه أو البنت نفسها بتصير تطمح إنها توصل لهاي المراكز وتروح وتشوف وتجيب ميدالية. فطبعا الرياضة متى ما صار في إنجاز قصة نجاح بتفتح وراها قصص كتيرة. طالما إحنا مغلقين على حالنا كرياضات ما رح نفتح ورانا قصص كتيرة، فلازم دائما الاتحادات تشتغل قصة نجاح واحدة بتفتح المجال للاتحاد. طب بدي أسألك سؤال هيك هلأ خطر على بالي لرنا السعيد، شخص رنا السعيد نسيلي كأمينة عامة، إيش الإشي اللي بتتمنيه، ممكن يكون صعب تحقيقه، تتمني أن يكون للرياضة الأردنية، يعني رياضة أردنية ينقصها هذا الشيء تتمني؟ شوف كرنا السعيد، كرنا السعيد أنا بقول إنه الرياضة الأردنية اللي بدها بدها جهد كبير من 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 الجهات الوزارات والحكومة حتى يعرف شو أهمية الرياضة. يعني الرياضة إشي جزء مفروض تكون أداة بيد كل جهة حكومية. يعني إحنا أداة مع وزارة الصحة، إحنا أداة مع وزارة التربية والتعليم، إحنا أداة مع وزارة مع كل الوزارات موجودين، مع وزارة السياحة. يعني أنا بتمنى إنه ينظروا للرياضة بأنها داعم أساسي للاقتصاد الأردني ولشبابنا الأردنيين. يعني أنت لما تطور الرياضة في المدارس رح يطلع عندك أبطال أكثر، رح يصير في عندك مجتمع رياضي، رح يبعدوا عن السلوكيات الخاطئة. وبتخفف الفاتورة الطبية، بتخفف الفاتورة الصحية، بتزيد نسبة الاقتصاد الوطني عن طريق السياحة، لأنه أنت لما يصير عندك أبطال بتجيب الأبطال لعندك، زي معسكرات اللي صارت للتايكوندو، أبطال الأولمبيين إجوا عندنا على الأردن، بتقدر تستضيف بطولات أكثر، صاروا هم بدهم يعسكروا مع المنتخب الأردني. طبعا بتفتح المجال إنه الاستضافات تزيد، يعني في إلها تأثير كبير 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 على المجتمع، بس للأسف هو لازم يطلعوا عليها كأولوية. لأنه إذا أنت قدرت تشتغل على مجتمع رياضي صدقني رح تختلف. طيب تحدثتي ما بين شخص رنا السعيد والأمينة العامة، لأنه لازم ياخدوها بشكل جدي ويعطوها أولوية. صح. مش أولوية هي؟ يعني ما يعني أنت كأمينة عامة مش عم بتشوفيها أولوية؟ أنا بدي أسألك، أنت بدي أسألك مهند، أنت أكيد لعبت بالمدرسة رياضة، هل الرياضة في المدارس هلأ زي الرياضة في المدارس زمان؟ طبعاً لا، طبعاً مختلفة لا. تماماً مش أولوية للطالب، مش أولوية الرياضة للطالب، بس لو كانت أولوية للطالب صدقني المدارس هي اللي بتطلع لك الأبطال، المدارس هي الأساس. إذا تعلموا من هم صغار إنه الرياضة أساس في حياتهم صدقني راح يطلع جيل رياضة، وتصير تحتار مين بدك تنقل. وهم متعطشين للعلم، الصغار متعطشين كتير لممارسة كتير. الرياضة يعني بأنواعها. أنت تطلع هلأ على مراكز الواعدين اللي عم تطلع، زي مراكز الصقور الواعدة هلأ اللي عم تطلعها بكرة السلة، أو أنت البرنامج اللي عامله حارتنا، دوري حارتنا قديش شفت الصغار متعطشين، والأهالي أكثر منهم متعطشين. صح. بس ما مش ملاقيين الطريق اللي يروحوا عليها. المدارس ما عم تعطيهم، انسى المدارس، خاصة أنا بحكي عن المدارس الحكومية. نعم. المدارس ما فيها برامج رياضية للاعبين الموجودين، وإحنا ما بنحكي بس على عمان. أنت روح على المحافظات لسه بتشوف. صح. إنه ما في رياضة نهائيا في بعض المحافظات. إذا وزارة التربية والتعليم ما أعطتهم وقدرت هي تسكر هذا الشغف اللي موجود عند الطلاب والطالبات بأنهم يلعبوا رياضة، ما رح يصير في رياضة. نعم. في الأردن. طيب نروح للكابتن فارس العساف، كابتن فارس العساف المدير الفني لمنتخب التايكوندو اللي رجع من السفر يوم أمس من كوريا الجنوبية. مساء الخير والحمد لله على السلامة. مساء النور، الله يسلمك يا رب. كابتن، حققت ميداليات في كوريا الجنوبية، رضيان عن هذه الميداليات وألوانها ومدى تأثيرها الآن على المشاركة في أولمبياد باريس، بدنا تحكي لنا شو الخطة يلا. يعني بصراحة احنا بطولة كوريا ما كان الهدف منها، كان بس انه دخل شهر من عشان ما شوي غابوا عن اجواء البطولات. صراحة يعني احنا الحمد لله، يعني هاي احسن مرة نستعد فيها. اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الامير فيصل والاتحاد الاردني حطوا مدرسة منتخب، جميع الظروف كانت مساعدة انه احنا نكون ان شاء الله جاهزين للأولمبياد باريس. في بعض التفاصيل يعني يمكن بعد ان شاء الله بنحقق انجاز على اشياء ممكن هاي المره، وان شاء الله انه. طب كابتن، بجوز نرجع لك بعد قليل، ربما الاتصال مش عم بيقطع قليلا. الان مأهل اربع لاعبين، والاربع لاعبين كانوا حاط خطه لتأهيل اربع لاعبين، بده اربع
بطاقات للأولمبياد وحصل عليها. هذا بحد ذاته كان تحدي بالنسبة لاتحاد التايكواندو لفارس العساف الشخصي. الآن كمان يطمح بجوز زي ما حكيتي ما رح يحكي رح نسأله هذا السؤال. الآن وجود جوليانا الصادق وراما أبو الرب، ماذا تتوقعون أيضا من حديثكم مع ومشاهدة تحضيرات التايكواندو؟ تتوقعوا أنتم ميداليات محددة، عدد محدد؟ ما بقدر أقول لك عدد محدد، بس إن شاء الله يعني يعني إحنا جوليانا من يعني راما هاي أول مشاركة، جوليانا هاي ثاني مشاركة لها. نعم. فإحنا يعني عم نحفزهم للاعبات إنه يصير في عنا بطلة أولمبية، مش نضل نحكي بس أبطال ذكور، يعني في عنا بطلات إن شاء الله يعني يعملوا قد ما عليهم. إحنا ما بدنا برضو نضغط اللاعبين بإنه بدك تجيب ميدالية، اعمل أحسن ما عندك وإن شاء الله بتجيب الميدالية، بس عن جد اعمل أكثر ما بتقدر عليه. طب خليني أمشي معك في موضوع عدم الضغط على اللاعبين. أنتم كلجنة أولمبية، لنفترض جدلا أن المشاركة الحالية رجعت بدون لا قدر الله بدون أي ميدالية، كيف سيتم التعامل مع اللاعبين؟ هل تتعاملون بإخفاق ولا تتعاملون بأنه تجربة وسويتوا اللي عليكم؟ كيف عم تتعاملوا معهم؟ هل أنتم بتضغطوا عليهم يحققوا ميداليات؟ لا إحنا ما بنضغط عليهم يحققوا ميداليات صدقاً، يعني لا والله لأنه إحنا يعني هم الجهد اللي عم بيعملوا ووصولهم وتعبهم هاد كله، إحنا مش ناقصهم ضغط كمان منا إحنا إنه نضغط عليهم لازم يجيبوا ميداليات. إحنا نتمنى يجيبوا ميداليات وإحنا بنحفزهم إنهم يجيبوا ميداليات. ما جابوا ميداليات بالأخير برضو رح نستمر على برامجهم حتى المرة الجاية يقدروا يجيبوا ميداليات. يعني ما في كل إخفاق بدك تضلك تشتغل عليه حتى توصل، يعني المركب ساير يعني أكيد. طيب بدي أنتقل عبر الهاتف للكابتن فارس العساف المدير الفني للمنتخبات الوطنية. كابتن ما زبط الاتصال، أخذناك هاتفيا. بدنا بداية كمان مرة عشان اللي ما سمعك يسمع، الحمد لله على السلامة بعد العودة من كوريا الجنوبية. بدنا نطمننا على تحضيرات الفريق، وكما تحدثت قبل قليل أنه المشاركة كانت مش لأجل الحصول على الميداليات وإنما تجهيز الفريق قبل الدخول في الأولمبياد. بدي أسمع منك أكثر حول جاهزية اللاعبين. يعني بصراحة زي ما حكيت لك، اللجنة الأولمبية أو الاتحاد الأردني ما تأثر بالبرامج الوضعها للمنتخب. بتوقع إنه إحنا الرياضة الأردنية عامة اليوم عم بأخذوا الحق اللاعبين زيهم زي أي لاعبين خارج. كل المنتخبات البرا عم تتجهز زي ما لاعبتنا عم تتجهزوا، ما عم نشوف حالهم منافسين بأي شيء، إن كانت إعداد بدني، إن كان إعداد مهاري، إن كان الجيم، كل الأمور صراحة اللي كنا نتمناها زمان تكون بالأردن لأن هي موجودة. عشان عم نشوف التطور اللي عم بيحصل كل الرياضة الأردن، وإن شاء الله تستمر هذا الحكي للأولمبياد وبعد الأولمبياد. طيب كابتن، عم بتحس في ضغط على التايكواندو، على لعبة التايكواندو على وجه التحديد، لأنه هي كمان يعني من الرياضات الأساسية اللي بتجيب ميداليات ذهبية ريو دي جانيرو. شوف إحنا يعني أكيد إحنا الناس كلها تتوقع من التايكواندو ميداليات، وإحنا متعودين على الضغط، وإحنا الحمد لله يعني كل البطولات اللي بيعملها الاتحاد الدولي او اللجنه الاولمبيه ما كفي فيها ميداليات، بس احنا بنطلب من لاعبتنا انه يدخل الحلبه يقدم احسن شيء عنده، ما بتطلع على الميداليه لانه انت اذا تذكرت الميداليه حتضغط حالك. نعم. اذا لعبوا لعبهم اتوقع يكون على المنصه 16 لاعب متاهل على الاولمبياد، كل وزنهم افضل لاعبين بالعالم. التنافس راح يكون على اشده، بس اللي بيعرف يتحكم بنفسيته باب الضغط، واحنا راح نطلب من لاعبتنا فقط انه يقدم اداء مشرف يليق بالرياضه الاردنيه وبغض النظر عن النتيجه. نعم، سؤالي الأخير وبعجالة، هل اتضحت لديك طريق المنافسة في الأولمبياد للاعبين بالأوزان المختلفة؟ لأنه أنت يعني بتحضرهم بحيث تختار المسار تبعهم، صح؟ صحيح، احنا يعني حكيت أخي أشيارة نحكيها إن شاء الله بعد الأولمبياد. عشان الأشياء ما بقدرش نحكيها هسا، كيف عدينا لعبتنا، كيف الطرق اللي عدتها، مين الناس اللي عدوهم، اللي كان فيه أشياء كثير مهمة بقدرش نحكيها إن شاء الله بعد يكون في نتيجة. طريق البيانات، زيد المصطفى أول مباراة مع البرازيل، صالح مع البرازيل، جوليانا مع الأمريكان، وراما مع المغرب. نعم، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو كابتن فارس العساف، كنت معنا بالهاتف، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة لك، ماذا تقولين للاعبينا والجمهور الأردني؟ أول شيء بدي أقول لك فارس ما قال لك إيش رح يعمل، قلت لك ما رح يقول لك. ما رح يحكي. أنا بدي أقول للاعبينا الله يوفقكم، انتوا عم تشتغلوا على حالكم، وان شاء الله هذا الجهد اللي عملتوه يطلع بنتائج بالاخير. وبدي اقول للمجتمع الاردني ادعموا لاعيبتنا وكونوا وراهم، هدول فريق الاردن اللي راح يمثل الاردن باهم
حدث رياضي عالمي اللي مش سهل أي حدا يكون موجود فيه، فبتمنى أنه الكل يكون بظهر هالشباب هدول والبنات اللي تعبوا وثابروا لهم سنين عم بيشتغلوا حتى يوصلوا للألعاب الأولمبية، وبتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله الكل معهم ومتشجعهم يأدوا كل ما في جعبتهم والباقي عند رب العباد التوفيق إن شاء الله. رنا السعيد الأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية، شرفتنا في الكابتن، شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، نلقاكم بالأسبوع المقبل بمواضيع جديدة، دمتم برعاية الله، شكرا.